بيتقدم ولسه بقوم بيطلع من خط الظهر عشان يجيب جوان. من التجارب القليلة التي نجحت للاعبين في عالم الاحتراف وربما لم يسر على نهجه في الاستقرار والإصرار على البقاء في الدوريات الأوروبية سوى بضعة لاعبين على رأسهم محمد صلاح، إنني وتريزيجيه، هو هاني رمزي أمير المحترفين، نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومدرب الفراعنة السابق. بدأت علاقته بكرة القدم وهو لم يتخطى حاجز 10 من عمره. حاول مسؤول الترسانة ضمه لكن رغبة والده كانت الفاصلة في تحقيق حلمه ألا وهو الانضمام لناشئ الأهلي. تدرج هاني رمزي في أشبال القلعة الحمراء حتى انضم للمنتخب الوطني للناشئين، من بعدها تم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتخطى 18 ربيعا، وذلك تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجهري، بل وكان ضمن قائمة الفراعنة في مونديال العالم 90 بإيطاليا. هناك لفت أنظار وعيون وكلاء اللاعبين حيث كانت نقطة التحول في حياة النجم الشهير، ليتم ضمه لنادي نيوشاتل السويسري. انطلق بعدها في رحلة طويلة ما بين فيردر بريمن وكايزرسلاوتن حتى اعتزل عالم الكرة. اتجه أمير المحترفين إلى عالم التدريب فقد عدة أندية مصرية من بينها إمبي، وادي دجلة، ليرس البلجيكي، ومدرب لمنتخب مصر ومساعدا لميروسلاف سكوب لمنتخب الناشئين، ثم المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وعمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب المصري الأول. هاني رمزي ابن الأهلي معنا اليوم في قناة الأهلي.